تعالى كده بقى نراجع ليه، تعالى كده نراجع الاكشنات مع بعض. طبعا اهم اكشن العضلات دي كلها طبعا الشباب اسمها الاكستنسورز، فاهم اكشن ليها هو مساله الايه الاكستنشن. سيبك بقى من الخيانات، تمام كده، هي برضه تبقى في خيانات طبعا زي ما احنا عارفين، في خيانات في الاكشن مفيش كلام، بس احنا خلينا نكون متفقين ان العضلات دي في الاول وفي الاخر هي كلها ايه، عضلات اكستنسورز. فاحنا لما نيجي نبص نلاقي اكشن زي ده اللي هو الريست، الريست اكستنشن، خلاص كده. طبعا كل العضلات الاكستنسورز بتشارك فيه، يعني مين دي؟ الراديالس لونجس، extensor carpi radialis extensor carpi longus. radialis longus، وكذلك تعال نشوف دي كده، extensor carpi radialis brevis، extensor carpi radialis brevis. previous، خلاص كده. طيب وعندنا كمان مين دي؟ دي اللي هي الاكستنسور ديجيتورا، وكذلك ادي الاكستنسور ديجيتورا، ما هي كده رايحه بالاربع تندونز، وتعمل هنا التندينس اللي هو الالتقاء بتاع التندونز ده، خلاص كده، واللي هو ده بيسموه الانتر تندينس، خلاص كده، كونكشنز، خلاص كده. وبعد الانتر تندينس كونكشنز بتديني هنا حاجه في البروكسيمال فرنجيس اسمها الاكستنسور اكسبانشن، اللي هو تجمع التندونز. وبعدين الاكستنسور اكسبانشن ده يبدا يديني ايه بقى؟ يبدا يديني ميديان سليب اللي تنزل في الميدل فالنجيس، والتو كولاترالز اللي بيتلقوا فيه الديستر فالنجيس، خلاص كده. فدي الاكستنسور ديجيتورا. طيب مين كمان مع الاكستنسور ديجيتورا؟ تعال نشوف مين دي. ايوه، اكستنسور كاربي اولناريس، دي اللي هي كانت شوف 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 شوف، واخد بالك، تنتهي فين؟ في الفيفث ميتاكاربال بون. وعلى فكره برضه هو هنا مش جايبها، بس المفروض يعني المفروض ده طبعا دي الاكستنسور كاربي اولناريس، وكده دي الاكستنسور ديجيتورا، تمام كده، ودي الاكستنسور كاربي رادياليس اللي هي الايه البريفيس، طبعا اللونجس بتيجي من فوقيها هنا، اكستنسور كارب رادياليس لونجس. فهنا المفروض دول كلهم، وكمان المفروض تبقى معاهم الاكستنسور ديجيتي مينيمي، اللي هي المفروض ان هي بتخش مع الديجيتورم، بس هو منها يعني ايه، يعني شغلها الاساسي بيبقى على الليتل فينجر، فهو ما جابهاش هنا يعني، بس هي المفروض برضو بتشارك معاهم. هتلاقي حتى في الكتاب بيقول لك اسيست، يعني بتساعد في الاكستنشن اوف ذا ريست، يعني بيقول لك بتساعد، خلاص كده. طيب المهم، ادي كل العضلات، كل العضلات الايه الاكستنسورز اللي احنا خدناها اذا بتساهم في مساله الايه الريست، الريست اكستنشن، خلاص كده. انا نفرض الايه الريست بالايه بالمنظر ده، خلاص كده شباب. طيب يبقى ده كده، يبقى ايه ده كده اول اكشن هتلاقيه مع الاكستنسور ديجيتورم، تمام كده. طيب على فكره انا خلصت بالفعل الرادياليس لونجس والرادياليس بريفيس، انا كنت خلصت الاكشن بتاعهم، فانا هبدا اخد الاكشن بتاع بقيه العضلات. فانا اخدت كده عندك الايه الديجيتورم والاكستنسور كاربي والنيرس، وعلى فكره هتلاقي كمان الديجيتين مينيمي برضو كلهم ايه بيشاركوا في مساله الريست اكستنشن. طيب ناخد بقيه الاكشنز، انا عايز برضو اوريك الحته دي على البرنامج. هنا طبعا هو بيتكلم على الاكستنسور ديجيتورا، وبعدين بيقول لك الريست اكستنشن، ادي اول اكشن من الاكشنات بتاعه. وطبعا جبنا الريست اكستنشن وعرفنا ان هي مش لوحدها يعني. تاني اكشن بقى، شوف الكلمه ديجيتس من 2 ل 5، 2 ل 5، وانا عندي كام اصبع؟ عندي 5 اصابع، صح؟ طيب 2 ل 5 يعني 2 و3 و4 و5، طب ما جابش واحد ليه؟ لان واحد ده اللي هو اصبع الابهام ده. يبقى انا لما اقول اكستنسور ديجيتورا بتعمل فرد او بتعمل اكستنشن للديجيتس، طبعا خلصنا الريست خلاص، بتعمل اكستنشن في الديجيتس او بتعمل فرد للاصابع، خلاص كده. يبقى انا بتكلم تحديدا على الاصابع من 2 ل 5، بتكلم على الاصابع من 2 ل 5، خلاص كده. طيب ماليش دعوه باصبع الايه الابهام اللي هو بنعتبره اصبع رقم واحد، خلاص كده. طيب برضو زي ما احنا شايفين، ادي الاكستنسور ديجيتورم، تمام، اكستنسور ديجيتورم، ومين بقى اللي جنبها دي؟ اكستنسور ديجيتي مينيمي، extensor digiti minimi، ديجيتاي مينيمال، ماشي يا سيدي، ديجيتي مينيمي، خلاص كده احنا انتهى كده، تمام كده. طبعا زي ما احنا شايفين، ادي الهيومر سبون، خلاص كده، وادي اللاترال اي بي كوندايل اللي هو يعتبر الايه الكومن اكستنسور اوريجن، تمام كده، بيطلع منه الديجيتورم والديجيتي مينيمي، عضلتين. طيب جيب العضلتين اهم، ادي الايه الديجيتورم اهي، خلاص كده، تمام كده، وادي ديجيتي مينيمي. ادي طبعا الديجيتورم زي ما قلنا بالكولاترالز ومش عارف ايه، وهنا جنبها مين؟ الايه الديجيتي مينيمي، اللي هي عضله الديجيتي مينيمي اللي هي بشوف بتروح اهي، بتروح تنضم للاكستنسور اكسبانشن، واخد بالك، بتنضم للاكستنسور اكستنشن اللي رايح للايه لليتل فينجر. طيب هما بيعملوا ايه العضلات دي؟ بتعمل ايه؟ اهي بتعمل اكستنشن في الايه الفينجرز، اكستنشن في الايه فينجرز، بص 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 بص، واخد بالك، بتفرد الايه طبعا كل الايه الانتر فالنجي. بص شوف، هتلاقيه بيقول لك كده في الكتاب بتاعك، انت عندك الشباب ده الايه الميتاكاربال، صح كده، ودي الايه الفالنجيس اللي هم الثلاث عقل، تمام كده، في جوينت هنا في النص بنسميه ميتاكاربو فالانجيال جوينتس. يبقى هيقول لك الجوينت ده هيقول لك بيعمل اكستنشن في الميتاكاربو فالانجيال جوينتس، وعندي ما بين كل عقله والثانيه في ايه، في برضه انتر فالانجيز جوينت، او في مفاصل بتبقى مفاصل ما بين الفالانجيز. فتلاقيه بيقول لك انه هذه العضلات اللي هي الاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور ديجيتي مينيمي بتعمل اكستنشن طبعا على مستوى الريست، ده اول مفصل بتعدي عليه، خلاص كده، دي رقم واحد على مستوى الريست، وبعدين على مستوى الميتاكاربو فالانجيال جوينتس، وبعدين على مستوى الانتر فالانجيز جوينتس، خلاص كده. طيب والانتر فالانجيال جوينتس،